وصل باهر محمد أحد الصحفيين الثلاثة في قناة الجزيرة القطرية الذين سجنوا في مصر إلى الدوحة الخميس، حيث استقبله حوالي 100 زميل له بالتصفيق الحار. وبدا محمد الذي سجن 420 يوما دامع العينين، وهو يدعو إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين بشكل غير قانوني. مصر هي بلدي وسأعود إليها يوما ما، عائلتي هناك وأنا لم أهرب من مصر، فأنا أحب بلدي. على الناس التمييز بين البلد نفسه وبين من يحكمه. على الرغم من اعتقالك الظالم، لطالما أظهرت الكرامة، الشجاعة والولاء لمهنتك كصحفي. ضحيت كثيرا في حياتك كزوج، كأب، كابن وكصحفي، كل ذلك لأنك قلت الحقيقة. وأدانت محكمة مصرية محمد وزميليه الكندي محمد فهمي والأسترالي بيتر جراست في نهاية آب أغسطس، وحكمت عليهم بالسجن 3 سنوات بتهمة نشر معلومات خاطئة دعما لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش في العام 2013 وبالعمل من دون التراخيص اللازمة. وتمت محاكمة جراست غيابية نظرا إلى ترحيله إلى أستراليا، فيما صدر عفو رئاسي عن محمد وفهمي في أيلول سبتمبر.